طيب نرجع تاني لخبر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك. طبعا احنا قلنا اشرنا ان كان هناك مجموعة من المحامين الكويتيين كانوا يعني يستعدون لاجراءاتهم للدفاع عن الرئيس السابق لولا ان رفض محامي الرئيس السابق حسني مبارك الاستاذ فريد ديب هذا المطلب عندما عرضته المحكمة الموقرة عليه. معنا على التليفون الدكتور فيصل العتيبي عضو فريق المتطوع المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير دكتور عمرو. اهلا بك فندم. اسباب انا رئيس هيئه الدفاع الكويتيه وليس عضو. عفوا يا فندم عفوا. اسباب غياب حضرتك عن حضور المحاكمه النهارده يا فندم؟ والله احنا طبعا كنا موجودين في البدايه ولكن على ما اعتقد انه بعض الزملاء المحامين المصريين والداعين بالحق المدني كانوا بيوجهوا المحكمه بعدم دخولنا، الا انه كان قبل يومين صادر قرار من المحكمه بانه ما فيش توكيلات، مع العلم ان المشرع الجنائي لم يلتزم في وجود توكيل بالنسبه للمتهم، ونحن صادر لنا قرار من وزاره العدل تحت رقم 8711 بالمثول والمرافعه وعمل بالمثل. هذا القرار في المرحله الاولى يا فندم ولا في جميع المراحل حتى بعد حكم النقض؟ ما هو القرار بيصدر في جميع المراحل. أيوة. يصدر حكم نهائي وبات في القضية، يعني الدرجة الأولى إلى النقض ويصدر حكم نهائي. نعم. فمش تد إنه مثلا بس تكون في مثلا في الدرجة الأولى، لا، كان نهاية القضية. إذا ما هو تفضل يا فندم. لأن أنا تفاجأنا إنه المحكمة بتطلب بأنه ما فيش توكيل، إحنا كنا طبعا مقدمين النهارده لرئيس الدافع كتاب واخذنا موافقه كمان من رئيس محكمه الاستئناف بان المعامله بالمثل، لكن تفاجأنا انه طبعا الاستاذ فريد اعتقد انه القرار ده هو لما اتخذ القرار ده منع لان سيحصل مشاكل بيننا وبين الزملاء المدعين بالحق المدني. لكن هل تنوون حضور الجلسات القادمه اللي هي المؤجله ليها القضيه في شهر 6 8 6 ان شاء الله باذن رب العالمين؟ ولكن اني انا بقولها من عبر برنامجك الكريم وشخصك الكريم، شكرا، انه احنا كلمنا النقابه المحامين الكويتيه دلوقتي وقلنا لهم اللي حصل بالضبط وانه هيبقى في مؤتمر يدعى فيه جميع النقابات الخليجيه لاتخاذ قرار بمنع المحامين المصريين من المرافعه في دول الخليج امام المحاكم الخليجيه كمعامله بالمثل. لكن هو اللي صدر النهارده عفوا دكتور فيصل يعني لا يعبر عن الجمعيه العموميه لنقابه المحامين. انا كان لسه معانا على التليفون منذ قليل الاستاذ محمد الضماطي وكيل اول النقابه وقال بالنص اذا ما تقدمتم بطلب او طبقا للاجراءات القانونيه بطلب للحضور والمثول فلا مانع اذا ما تم القبول او موافقه على الطلب من قبل نقابه المحامين ووزاره العدل. فهل يعني ترى ان كده يعني بيتم تصعيد الموقف من طرفكم دون سبب يعني ولا ايه؟ ما بنصحكش كلام الاستاذ محمد الضماطي، على عيني وراسي احنا عندنا موافقه من نقابه المحامين وبناء عليها قرار وزير العدل. احنا اتخذنا جميع الطرق القانونيه، ولكن المعارضه اللي حصلت النهارده من المحامين المدعين بالحق المدني بيقول انه ما فيش معامله بالمثل، ده المفروض هو اللي بيرد عليهم وبيقول لهم انه في قرار، لانه يعني في قرار صادر من نقابه المحامين المصريه. طب دكتور فيصل تسمح لي خليك معايا لحظه على التليفون، انا معايا على التليفون نقابه المحامين الاستاذ عبد الجواد احمد عضو مجلس النقابه له راي يريد ان يعني يقوله لحضرتك. استاذ عبد الجواد اتفضل يا فندم. اهلا يا دكتور. اهلا بيك. انتوا يعني دكتور فيصل يعني بيقول ان سوف يتم اتخاذ اجراءات للمنع المحامين المصريين للترافع في امام المحاكم في دول الخليج كمعامله بالمثل، انتوا ليه رافضين حضور الاساتذه الكويتيين للمثول والدفاع عن الرئيس السابق في رغم انكم وافقتم من قبل في المحاكمه الاولى؟